تعرض فنان الشعب وحامل قلادة الإبداع الذهبية الفنان الرائد فاروق هلال لوعكة صحية حرجة الأسبوع الماضي، أدخلته العناية المشددة بمستشفى بغداد التعليم مدينة الطب. الحمد لله تجاوز هذه الأزمة وحالته الآن مستقرة، اطمئنينا عليه، وزار كل المحبين من الفنانين والأصدقاء. هو يمتلك مكانة ومحبة كبيرة وتقدير من كل الناس. مراسلنا زين العابدين زار الفنان في المستشفى وعاد لنا بتفاصيل أكثر لنطمئن على صحته. مساكم الله بالخير مشاهدين الكرام أينما كنتم، مشاهدين قناة الشرقية وبرنامج ظهيرة الجمعة. احنا اليوم متواجدين حتى نطمن على صحة وسلامة الفنان الكبير حامل القلادة الذهبية الشاعر والملحن فاروق هلال. جينا حتى نطمن على صحته وعلى سلامته ونقول له سلامات، ابقوا ويانا. سلامات سلامات ابعد سلامات ويا الرايح ويا الجاي أبعد سلامة 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 عترتك سلامة. السلام عليكم. سلامات الموسيقار الكبير فاروق هلال، الله يحفظك إن شاء الله وما تشوف شر، صحة وسلامة. هذه باقة ورد من قناة الشرقية إليك يا بستان الورود، الله يحفظك ان شاء الله ونشوفك في اقرب وقت واقف على حيلك ها ومبدع في عملك ان شاء الله. ويا الرايح ويا الجاي ابعد سلامات سلامات دعواتي لله عز وجل ان يحفظ العراق وشعبه، هذا كل دعوات الله يحفظك، يحفظ العراق وشعبه، الله يحفظك ان شاء الله. شكرا جزيلا. تعرض مفاجئ صار، لانه احنا كنا موجودين انا وياه وكان متهيئ للسفر باليوم الثاني من بعد الاصابه مالته، واتصل علي هاتفيا وابلغني انه هو سقط في الارض وتعرض لجلطه دماغيه، وسعينا جميعا ونقلنا الى المستشفى وبجهود اطباء مدينه الطيب قاموا باجراء اللازم بالسرعه الفائقه بصراحه، وبجهود ادخل بعد الاجراءات الفحوصات الى قسم الخاص، والحمد لله متلقين العلاج بطريقه بصراحه مذهله. تجينا ردتك تجينا راحت وجات الايام راحت وجات الايام. تم اجراء اللازم خصوصا انه اجراء المفراس والتحاليل اللازمه، وتبين على اثر انه يعاني من جلطه دماغيه، وحاليا انه هو وضعيته افضل ان شاء الله وياخذ علاجه. الحقيقة أنه بالمفرصة جلطة حديثة يعني أنية، يعني نعم زين، وده يأخذ علاج إن شاء الله وضعه بتحسن الموس إن شاء الله. توردي الأحلام نتمر علينا المواويل المواويل تحنا المواويل حبك يطيب غناي تحنا المواويل القناديل القناديل تضوي القناديل. الحالة بالوقت الحالي يعني هي مستقرة لكن تحتاج إلى متابعة. بالواقع كل الجهود يعني موجهة في سبيل أنه توفر له يعني افضل مستويات الخدمه اللي يحتاجها، وهذا بالتالي هو اللي يقدم يعني لكل مرضانا. دكتور هل اكو تحسن في حالته بما اندخل الى الطوارئ الى الان؟ يعني الحاله مستقره، اليوم انت مبقين المريض تحت المتابعه، احنا الحاله ما نقدر نقول عليها اكو تحسن، ولا هو لو متحسن كان خرج للبيت.
لكن الحالة مستقرة إن شاء الله. نعم أنا قبل دقائق يعني فحصت الأستاذ، العلامات مبشرة إن شاء الله. تم تشخيص الحالة فورا وبدء العلاج، وإن شاء الله الحالة حاليا تخلو من المضاعفات. دكتور كم يحتاج الأستاذ حتى يرقد في مستشفى ويخرج إلى البيت؟ يعني هاي تعتمد على التحسن السريري للمريض والمتابعات الفعاليات الحيوية. يعني يحتاج لعناية أكثر؟ بالضبط عناية، وإن شاء الله يعني جهود الأطباء والكوادر الصحية والتمريضية الآن الحالة مستقرة.